عاطفي جدا رومانسي جدا، هتحس بانك مملوء بالعاطفة والحنان، هيشوفك كل الاشخاص اللي حواليك بابتسامة واضحة جدا طول النهار، هتحاول انك ما تخليش اي شخص يزعل منك، حبيبك هيبقى متفهم جدا، هتحس بانه قريب جدا منك من اي وقت كنت بتقضيه معاه. لكن ما تكترش كتير من تخيلاتك، ممكن تبقى بتفقد واقعك في الفترة دي، خاصة لو كنت من مواليد 23 ل 30 مارس. بالنسبة لك مهنيا خليك دقيق جدا وراقب كل الحاجات اللي بتجري في يومك بهدوء من غير ما تدخل من قبل أشخاص كتير في صفقات ممكن تبقى مش مضمونة. بالنسبة ليك عاطفيا هتستريح من كتير من الضغوط وهتحقق ابتداء من اليوم حلم كنت بتحلم بيه، ممكن تباشر علاقة جديدة تلاقي فيها تجاوب واضح جدا. بالنسبة ليك صحيا ممارستك للرياضة النهاردة هتبقى على نحو منتظم، هتخرج من دايرة الشغل اللي بتعتبر فيها هموم، لكن ممكن تبقى مفيدة جدا لصحتك اكتر من ما انت متوقع. بالنسبة ليك عاطفيا انت 100%، طاقتك تعتبر 10%، صحتك 30%، نجاحك 40%، ارقام الحظ الخاصة فيك 23 1 96. هيتوافق النهاردة برجك في الشغل مع الجوزاء، في الصداقة مع القوس، في الحب مع الحمل. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع هتجيب لك تغيرات تخلق مواقف جديدة في حياتك سواء عجبك ولا ما عجبكش. خلال الأيام الثلاثة دي هتواجه قدر أكبر من عدم اليقين في نفسك وفي قراراتك الخاصة، هتستسلم للخوف اللي هيجيلك في حياتك وهتحس بعجز كبير في حدوث مشكلة وحل ليها. حتى لو كنت مجبر على التصرف ضد إرادتك خلال الأيام الجاية فما فيش مفر من الخلافات اللي عندك، حتى لو كان عندك شخص بيتمتع بشخصية أقوى أو منصب أعلى ضدك، مش هتعرف تستبعد أي خلاف عندك حتى لو كان بيخص شخصيتك، هتبقى مجبر جدا عشان تتصرف بإرادتك خلال الأيام الجاية. ما فيش مفر من الخلافات حتى لو كان في شخص بيتمتع بشخصية أقوى أو منصب أعلى ضدك، مش هيتم استبعاد خلافات كتير على أساس جنسي أو عاطفي في علاقات الحب والزواج. هيبقى من الصعب جدا على آباء أطفال الصغار يميلوا للشدة أكبر، وهتفتكروا الصبر في اتصالاتكم وأنشطتكم المهمة جدا في العموم.